رأيي إن ما ينفعش يخرجوا لمحكمة دولية بره ضد مصر، ده رأي خطأ جدا اللي عملوه. التدخل الأجنبي احنا مش عايزين أي حد من بره يتدخل في شؤوننا الداخلية، لا كل واحد وليه مشاكله، إنما هم دي مشكلتهم إن هم اللي عملوا في نفسهم كده، إن أصلا الإخوان ما بقفش إخوان الإرهابيين دلوقتي مش كانوا مسلمين. ما يروح المحكمة حتى البتاع ده، هم المفروض يروح المحكمة الدولية ويروح محكمة الاتحاد الدولية للإرهاب العالمي، هم يعني دول إرهابيين إرهابيين. لا طبعا هم ما لهمش حق إن هم يروحوا للقضاء الدولي، المفروض إن هم مثلا يتعايشوا مع الشعب المصري، وطبعا هو بالنسبة للمرسي ده خلاص اتأبد على كده ومش طالع تاني إن شاء الله، والمفروض يعني ينسوا الموضوع دوت خالص، انما هم بقى ما عرفش ما العالم بالنسبه للطلبه بتوع جامعه الازهر وجامعه القاهره والناس اللي بتطلع ديت ما عرفش هم مش هيستفيدوا حاجه، يعني هي كله تعطيل مسيره للبلد والاقتصاد وحرام عليهم. يعني هو مش حقهم يروحوا المحكمه الدوليه؟ حقهم يروحوا، مش احنا في ديمقراطيه والمحكمه الدوليه هي اللي تقول لا لا لا، مش احنا اللي هنقوله، واحنا الشعب اللي هيقول. سيبك بقى من الناس اللي قاعده تقول لك جماعه ارهابيه ومش جماعه ارهابيه، لا لا مش لا. احنا مش عارفين اي حاجه، ولا احنا عارفين اي حاجه، ولا عارفين ايه اللي في البلد اصلا. هم الاخوان والله يروحوا للمحكمه الدوليه او يروحوا للمحكمه الاوروبيه، هم ارهابيين وناس مش مظبوطين وجوعونا وتعبونا، وناس لسه عايشين انه مرسي عايش، انما بالنسبه لهم مرسي خلاص انتهى، ويخلوا عندهم دم ويسيبوا البلد تسير بقى وتمشي لان الناس تعبت منهم. ارواح الاخوان للمحكمه الدوليه ان شاء الله مش هيوصلوا لحاجه، ربنا ان شاء الله هينصرنا عليهم. والله ممكن يبقى عندهم حق لو هم ما خدوش حقهم في بلدهم، لازم برضو القضاء هنا يعدل، لان هم برضو جزء كبير من الشعب، من نسيج الشعب ده، ما ينفعش ان هو يعني ما عرفتش الاخوان دلوقتي الا بعد 30/6 ان في اخوان ودول ضرر وحاجات زي كده، انما لازم يبقى في توافق بيننا وبين بعض، لازم في تسامح. اي اتنين بيتخانقوا مع بعض حتى بيخش واحد غريب بيتكلم ان هو يصالح ويوفق بين ده وبيوفق بين ده، انما البلد دلوقتي ما حدش بيسامح وما حدش بيتكلم، وزائد الاعلام بيولع في البلد.